خاض الأهلي طريقا طويلا في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري 2020، إذ وصلت الرحلة إلى محطة المواجهة في المباراة النهائية بعد تجاوزه جميع المراحل السابقة. وخاض المارد الأحمر 12 مباراة، حقق الفوز في 8 منها وتعادل في 3 مواجهات، ولم يتلقى سوى هزيمة وحيدة، حيث سجل 29 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف. وبدأ الأهلي مشواره بالنسخة الحالية حينما لعب الدور التمهيدي للبطولة أمام فريق إطلع برا الجنوب السوداني ذهابا وإيابا على ملعب استاد برج العرب بطلب من الفريق الضيف، إذ فاز الأحمر ذهابا بتسعة أهداف نظيفة وإيابا بأربعة أهداف. وواصل الأهلي مشوار الانتصارات في الدور الثاني، حيث واجه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وفاز ذهابا بهدفين نظيفين وإيابا بأربعة أهداف نظيفة، حاجزا مقعده في دور المجموعات، والذي واجه فيه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينم الزيمبابوي. ولعب الأهلي 6 مباريات في دور المجموعات للبطولة ضمن المجموعة الثانية، وسجل الأهلي في دور المجموعات 3 انتصارات جميعها على ملعبه وتعادلين خارج ملعبه أمام بلاتينم والهلال، ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة أمام النجم الساحلي على ملعب الأخير في مباراة شهدت لغطا تحكيميا بسبب طرد أيمن أشرف، ليصعد الأهلي بعد أن جمع 11 نقطة في المركز الثاني بعد أن أحرز 7 أهداف ولم تتلقى شباكه سوى 4 أهداف فقط. واجه الأهلي فريق ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي في دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وصعد في النهاية على حسابه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، إذ فاز ذهابا بهدفين نظيفين وتعادل على ملعب سانداونز إيابا بهدف لكل منهما. وواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي، وصعد على حساب الفريق البيضوي بنتيجة 5-1، حيث فاز أبناء الجزيرة بثنائية نظيفة على ملعب محمد الخامس ذهابا وبنتيجة 3-1 على استاد القاهرة إيابا، ليصعد للمباراة النهائية التي تقربه من حلم الأميرة الإفريقية. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. معانا في الفقرة الحوارية الأخيرة 3 من نجوم النادي الأهلي الكبار اللي كان لهم تاريخ كبير جدا مع الفريق، وهم حاليا كمان 3 من محللي النادي الأهلي اللي بنستمتع بيهم ودايما بيقدموا لنا الحقيقة رؤية فنية رائعة حوالين الفريق ومبارياته ولعبته. النهاردة معانا ومعاكم نجم النادي الأهلي الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. أهلا بك يا كابتن عادل. أهلا سام. أهلا. وبرحب برضو طبعا بزميلنا الكابتن والمذيع أسامة حسني. أهلا بك يا كابتن أسامة. وبينضم إلينا طبعا نجم الاستوديو التحليلي في النادي الأهلي كابتن هاني العجيزي اللي برحب بيه. اهلا وسهلا بيك يا فندم. مساء الخير عليكم كلكم. طبعا كابتن عادل مساء الخير، كابتن اسامه مساء الخير، هاني منورنا كابتن هاني، وعمالين ناخد نفس لغايه بكره ان شاء الله، يعني ربنا ان شاء الله يكرمنا ومتفائلين خير. لكن نبدا بجزء، وكان النهارده مهم جدا. انتوا عارفين الدكتور اشرف صبحي خلال الاسابيع اللي فاتت بصراحه كان بيقوم بمجهود رائع لعمليه نبذ التعصب من خلال بعض اللقاءات والندوات والندوات. والنهارده كان كمان في صوره رائعه لبرج القاهره، وهو كان بعلم مصر مكتوب عليه لا للتعصب. اخد من كابتن عادل رؤيتك ايه لموضوع التعصب، ويعني ازاي تكون في حلول، وانت شايف الموضوع ده يتحل ازاي؟ يعني طبعا الصوره قدامنا برج القاهره طبعا بعلم مصر ومكتوب مصر اولا ولا للتعصب. فدي ده جزء مهم جدا، بغض النظر طبعا كلنا نتمنى النادي الاهلي يكسب، وكلنا نتمنى ان المباراه تخرج لصالحنا، لكن اولا واخيرا بنقول دي مباراه تاريخيه، واسم مصر هو دايما قبل الاهلي والزمالك. يمكن انا كان ليا نصيب في ان نعمل مؤتمر كبير بقياده سياده الوزير اشرف صبحي، كنت عامله معاه في نادي
الجزيره، مركز شباب الجزيره، وكنا بنتكلم الحديث كله كان بيقوم على التعصب. ده كان قريب الحديث ده؟ اول امبارح كان يوم الثلاث. وكان معايا عبد الحميد بسيوني والاعلامي اشرف محمود وسياده الوزير اشرف صبحي، وكنا بنتكلم. يمكن هدفنا كنا التوعيه في الامر ده، ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا دائما بنقول كره القدم اتعملت لاستمتاع للناس، للجمهور، ما بالكوا ان الجمهور هو اللي ممكن يعمل التعصب. فانا افتكر ان سلوكنا احنا كلاعبين اولا وكادارات نقدر ان احنا نوصل للجمهور ارتحيه في انهم يتعاملوا في الكوره بسلاسه. يعني احنا في ثقافه عندنا نفسنا نبسط كل اللي هي اهم نقطه التسامح. ده حاجه، دي رقم واحد. الحاجه الثانيه المهمه ان كتير قوي في الانديه وفي العالم كله في حته الصراع على البطوله، اوكي، لكن بعد البطوله هي الثقافه دي اللي احنا عايزين ننشرها، ان انت الكسبان يبقى سعيد وبيقول للخسران هارد لك، والخسران حتى يبارك للكسبان. الثقافه دي لازم نعملها، لانه احنا هدفنا كلنا من البطولات اللي بتتعمل المحليه او حتى البطولات الافريقيه المنتخب مصري، يعني احنا كلنا بنتجمع تحت مظله مصر كلها، مصر. فهي دي، انا افتكر ان احنا لو الوعي ده جه عند اللاعبين الاول وعند الادارات، افتكر ان، ويمكن الحمد لله مش بقول كده عشان في النادي الاهلي، يمكن احنا كاداره، يعني انا بتكلم على النادي الاهلي، من زمان الامر ده فينا، من زمان، ان احنا طول عمرنا، يعني حتى لما بيحصل لا قدر الله خساره في اي حاجه احنا بنبارك للناس اللي هم كسبوا. يعني الثقافه دي نفسنا تبقى في مصر كلها، ونفسنا كمان الحاجه المهمه ان احنا لو انعكست على منتخبنا بتبص تلاقي الكابتن هاني والكباتن كلهم لعبوا منتخب. وفاكر يا كابتن هاني لما كنا نروح المنتخب مثلا ما كانش في حاجه اسمها اهلي ولا زمالك ولا مقاولين ولا اي حاجه، مصر، احنا كلنا بنبقى وطن. تحت مظله مصر طبعا. كلنا المحبه اللي بينا، يمكن اقول لحضرتك حاجه سام، احنا كتير قوي كتير قوي بننسى احنا بنلعب فين. دي حقيقه. وقعدنا فترات، يعني في معسكر قعدناه لو تفتكروا هاني، كان حوالي 5 شهور اللي هو قبل كاس العالم، معسكر 5 شهور كلنا عايشين مع بعض. الدوري اتلغى اصلا ساكت، والدوري اتلغى، 5 شهور قاعدين مع بعض، والله ولا حسينا ان انت بتلعب فين ولا ده بيلعب فين، كلنا لمصر. واحدة واحدة. يعني انت بتتكلم كابتن عادل بيتكلم على جزئيه اللي هو جزئيه اللاعبين والمسؤولين. انا بتكلم هي الرساله. اسامه انت شايف في جزئيه ثانيه غير، يعني في مسؤوليه اخرى تقع على نبذ التعصب بعيدا عن طبعا يعني اللاعبين والمسؤولين، ده جزء مهم جدا جدا وعادل اتكلم في نقطه مهمه. في حاجه ثانيه انت شايف انها ممكن نقلل من شويه التعصب ونرجع ثاني لروح الثمانينات يعني الروح الحلوه اللي كانت بين الجماهير وبين اعضاء المنظومه كلها. يعني خلي بالك كابتن هاني، ده اللي كان موجود قبل كده على مدار سنين طويله واجيال مختلفه ما بين الاهلي والزمالك. يعني احنا شفنا قبل كده الكابتن حلمي زموره مع الكابتن صالح سليم، شفنا الصور دي متداوله، وكابتن خطيب مع كابتن حسن شحاته مع كابتن حسن شحاته في اللقطه طب. الشهيره اللي دايما بتكون عنوان لمباراه الاهلي والزمالك، والاثنين بياخدوا ايد بعض، بروح الجمهور الاهلي وبروح الجمهور الزمالك. المبادرات اللي تم اطلاقها خلال الفتره اللي فاتت شيء جيد. النهارده ان تلاقي الاهلي والزمالك في المباراه النهائيه في مباراه النهائي الافريقي، ده شرف للكره المصريه. يعني احنا هنا في قناه الاهلي ما بنقولش كلام شعارات، لا فعلا دي حقيقه. لما تلاقي الاهلي والزمالك وانعكس ده كمان على معسكر منتخب مصر الاخير، شفنا الاجواء ما بين اللاعبين، وهو ده اللي موجود دايما. يعني حته السوشيال ميديا الناس يعني كانت بتزيد سخونه المباريات شويه والاجواء شويه، لكن اللاعبين هي اللي عليها عاتق كبيره وعليها مسؤوليه كبيره. مسؤوليه من خلال سلوكها داخل الملعب، وكل الكلام ده بينتقل للجماهير بره، سواء في السوشيال ميديا او في على القهاوي او في الاسره الواحده، كل الكلام ده ينتقل. شفنا صوره ايجابيه، محمد الشناوي ومصطفى محمد اتنين بيتصوروا مع بعض في منتخب مصر. شفنا اللعيبه النهارده في اهلي وزمالك والاثنين موجودين في تشكيل واحد. فهو دي الصوره الايجابيه اللي اتمنى ان شاء الله بكره من خلال اللعيبه تظهر في الملعب. اكيد بكره في فايز وفي خسران، نتمنى طبعا، واحنا اهلاويه كلنا وفي قناه النادي الاهلي وكل الاهلاويه بره نتمنى النادي الاهلي يفوز،
لكن في الاخر مصر طبعا يعني هي اللي فازت بوصول فرقتين للمباراه النهائيه. صح، هي اللي هتفوز. هاخد من الكلام ده واللقطتين الشهيرتين لكابتن صالح سليم وكابتن حلمي زمورة، بعديهم كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاتة، واتكلم عن ليه جهود وزارة الشباب والرياضة وجهود اتحاد الكورة أو اللجنة الخماسية في نبذ التعصب، ليه ما تكللش في الملعب من خلال اللعيب؟ يعني نجيب قائد الفريق من هنا من الزمالك ومن الأهلي أو من الأهلي والزمالك، يعني نرسم الصورة دي حتى لو قبل المباراة ما تبدأ. كابتن هاني يعني ليه ما نعملش كده ونعمل اللقطة، يعني فاهم، أو مصر هي اللي هتعمل اللقطة، فاهمني، علشان المباراة أولا يعني يكون فيها طبعا ما يكونش فيها الشد والجذب طبعا المتوقع بطبيعة الحال أكيد، بس يكون فيه شوية يعني مش عارفه اقول ايه، راحه هدوء نسبي، اللعيبه ما تبقاش اتنين كباتن ماشيين على مصر ونازلين بيه، ده لقطه ممكن تكون كويسه. شفناها يعني قبل كده كابتن هاني من زمان مع كابتن محمود الخطيب تقريبا وكابتن حسن شحاته، شفتها برده في ماتش الاهلي والزمالك، وبرده الاثنين راحوا للجمهور الزمالك والاثنين راحوا للجمهور الاهلي، كانت لقطه طبعا لفته طيبه جدا من اثنين كبار طبعا واثنين تاريخ واثنين اساطير في كره القدم، اللي زي ما اسهام قالت فعلا لازم يعني ليه ما يكونش في حاجه زي كده، ان اثنين يكونوا قامه كبيره من الفرقتين، اكبر واحد من هنا واكبر واحد من هنا، ويروحوا مثلا اللي يسلموا على الفرقه دي ويسلموا على الاحتياطي هنا ويسلموا على الاحتياطي هنا، الحاجات دي برده بتقلل شويه من السخونه او بتقلل شويه من التوتر والكلام ده كله. لكن برده في حاجه يعني في حاجه برده لازم الناس المسؤولين يا كابتن هاني ليهم دور كبير جدا في حاجه زي دي. يعني النهارده شايف تصريح للكابتن محمد فضل بيقول ان الميداليات المركز الثاني هتتسلم في الاوض، ما هي دي برده حاجه يعني غريبه هتتسلم في الاوض. يعني انا قريتها النهارده ما اعرفش هي صح ولا لا، بس اعتقد ان يعني هو بيعامل الحاجه دي او عامل الموضوع ده على اساس ما يحصلش مثلا مشادات او يحصل حاجه ممكن عشان كورونا، بس ممكن زي الكونفدراليه ده يعني الكونفدراليه كانت كده برضه كل العالم الكونفدراليه هي اللي كانت كده. لا كان في بطوله الكونفدراليه برضه بيراميدز ما طلعش على منصه عشان كورونا عشان كورونا لا عشان يقللوا حتى كمان بيدوا الميداليات ما بيلبسوهالكش زي الاول بيسلموها بس مجمعه يعني مجمعه ممكن تكون اجراءات دي ممكن اجراءات ما فيش مشكله، لكن انا قصدي لو ده قرار مثلا من اللجنه الخماسيه فده بيبقى غريب شويه. لكن احنا طبعا كلنا بنتمنى طبعا ان المباراه تسير بشكل كويس وتطلع وحاجه تليق بمصر وتليق ببطوله كبيره زي بطوله افريقيا، اول مره تحصل ان النادي الاهلي والزمالك يلعبوا بطوله افريقيا وبتتلعب في مصر كمان، فدي حاجه يعني كنا بنتمنى ان يبقى في جمهور، يعني طبعا الجمهور كان هيبقى ليه عامل كبير قوي ان البطوله تنجح او المباراه تزيد شعبيتها اكتر، لان طبعا العالم كله متركب المباراه دي. فطبعا كلنا بنتمنى النادي الاهلي ان هو ان شاء الله ربنا يكرمهم بكره باذن الله، واتمنى المباراه تخرج يعني تكون تلي حاجه تليق باسم مصر وتليق باسمين كبار زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. اكيد هاخد من كلامك اكيد، وطبعا المشهد اللي شفناه بتاع برج القاهره يعني في جهود مبذوله، خلينا نتكلم بكل امانه، في محاولات بتتبذل بشكل كبير جدا، المنظر البرج كان شكله يفرح، وجزء من خطه ممكن تكون طويله المدى، لان انت عشان تشتغل مع مشكله بهذا العمق اعتقد هتاخد وقت طويل شويه، وانت لما بتتكلم على جزء وزاره الشباب بتقوم بيه، هتتكلم على جزء تاني ان الاعلام بيقوم بيه، بتتكلم على جزء تالت كمان المسؤولين عن اللعبه واللاعبين هيقوموا بيه. وعجبني جدا انك اكيد لازم بكره، انا في اعتقادي حتى قبل الماتش هاني عادي بيتسلموا على بعض، لكن الاهم ان بعد المباراه الناس تسلم على بعض وتبقى الروح شكلها جميل ايا كان مين. نتمنى طبعا الاهلي يكسب، لكن نتمنى الروح دي تكون موجوده. كابتن عادل، الجزئيه اللي بنتكلم عليها وامتداد الشغل اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو نبذ التعصب دوت، انت شايفه ازاي ما بعد المباراه كمان، وده الجزء المهم، ما بعد المباراه يعني الناس هتشتغل عليه ازاي؟ طب خلينا نتكلم بعمق شويه، يعني ان احنا دايما لما بنيجي نحل قضيه بنبالغ فيها احيانا ونزودها قوي، واحيانا ما بندهاش الحجم الطبيعي بتاعها. يمكن هي المشكله في الوقت الحالي الميديا اللي احنا فيها، المشكله اللي هم اللي بيكبروها. يعني على سبيل المثال عايز اقول لك ان انت مثلا لما تيجي في بيبقى تنافس في المباريات، اكيد انت في اوروبا حتى مفيش شك طبعا مفيش شك أكيد. انت بتدافع عن ناديك، عاوز طبيعي. تكسب البطوله، وكل نادي عايز يكسب البطوله، ودي حاجه كويسه قوي. يمكن اخد من كلام سهام
المبادرات اللي بيعملوها اللاعبين المفترض ان هم بيبقوا في الزون اللي بيتعمل قبل ما ينزلوا. بتبص تلاقي شكلهم حاجه وتركيزهم حاجه والكلام مع بعض حاجه تانية، ينزلوا ارضيه الملعب يخلصوا المباراه، هنا بقى يبدا الثقافه اللي احنا اللي عايزين نشتغل عليها، اللي هي ايه؟ اللي هي انت بعد المباراه كان المباراه ما اتلعبتش، انت لازم تكون الفكر ده بتاعك. الفكر ده عشان يجي زي ما انا قلت ودي الحقيقه، يعني الشد العصبي بتاع المسؤولين عن الفرقه. يعني حتى كابتن هاني دايما احنا كمدربين بنقول ايه؟ بينعكس الدكه على الملعب. انت لما تكون مدرب متنرفز طول الوقت لعيبتك بتخرج عن المألوف، خلي بالك من دي واحد. فلو كله منضبط من بره وحتى بعد المباراه في انضباط من اللاعبين، هيحصل ايه؟ لعيبه في الاخر هيسلموا على بعض كويس. صح. الثقافه دي عشان نعملها يبقى لازم نبدا باول حاجه، ايه هي؟ ان احنا حته الوعي للاعبين والادارات هم اللي ينقلوها اولا، وبعدين هتتنقل للجمهور. الجمهور لما هتتنقله ايه اللي هيحصل؟ طول ما هو شايف في الملعب، لو انت فاكر ايام ما كان بيبقى في جمهور، كانت اول كلمه تتقال لنا ايه؟ انك انت تحافظ على زميلك اللي قدامك في الملعب، لان انت لما بتحفظ من الحاجه في الملعب بتنعكس على المدرج، فالمدرج ممكن يبقى فيه اثاره من اللي جوه الملعب. طب. فاحنا لما بنلاقي المنضبطين من اللاعبين وبنلاقي المنضبطين من الادارات والتصريحات دي مهمه جدا. عاوزين نبذ التعصب، يبقى التصريح بتاع المدرب لازم يبقى في موزون جدا، ومسؤول والاداري لازم يطلع مسؤول، اي حد في المنظومه. يعني اكيد احنا بنشوف ان المنظومه اللي بتطلع بكلام غير منضبط ايه اللي بيحصل مع جمهورها؟ انت بتسير جمهورك، ده رقم واحد. فلو رد عليه المسؤول في الناحيه الثانيه هيحصل اثاره اكتر. علشان نحد من الاثاره ما بين الجمهور، يبقى لازم الراجل اللي هيتكلم او المسؤول عن اي تيم يتكلم يطلع يتكلم، لازم يتكلم بصوره فيها مصداقيه رسميه، وحاجه تانية تكون فيها هدوء علشان هو ينعكس على لانه احنا اصلا شايفين ان الميديا لو انت قلت حاجه بسيطه بيكبروها قوي، وهم عايزين يشتغلوا. الحاجه التانية المهمه بقى نيجي للاقلام اللي بتكتب، ودي برضه بنفس التعصب. قبل لما نوصل للاقلام اللي بتكتب جزئيه صغيره، انا عارف معاكي تقريبا تقرير هنشوفه، لكن تفتكروا واحنا بنتفرج، وانتوا بتتفرجوا طبعا على دوريات اوروبا وخاصه الشامبيونز ليج، بيبقى ساعات مكتوب لوجو ريسبكت، الاحترام، ده لوجو محطوط، الاحترام. الاحترام اللوجو دوت الناس ساعات بتشوفه تعديل. لكن بتعديه، لكن اللوجو ده خلي بالكم ده بيبقى نتيجه ان هم عايزين يوصلوا ريسبكت. لما الشباب الصغير والولاد الصغيرين المرتبطين بالنجوم دول يسال مثلا والده ايه موضوع ريسبكت المكتوب على التيشيرت بتاع مثلا ابراهيموفيتش، او بتتكلم على محمد صلاح، يقول له بيشرح له ريسبكت يعني انت بتحترم الخصم وبتحترم الجماهير وبتحترم وبتحترم. فده كمان بيعلم الاجيال. ممكن جدا جزء من ده نطبقه من خلال حتى الدوري المصري، يبقى في شعارات كده مكتوبه على التيشيرت ريسبكت او الفير بلاي، الحاجات دي كلها الاتحاد الدولي كان بيعملها لنبذ التعصب. فاحنا ممكن كمان ناخدها خطوه بالنسبه لنا احنا، يعني نشتغل عليها. يا ريت. بس يا كابتن هاني في حاجه مهمه انا عايز اقولها لك، احنا دايما لما بنيجي نحل مشاكلنا في مصر احنا بنروح للاقصى بسرعه. علشان كده لما تروح للاقصى بسرعه انك انت لو وصلت لدي، لا ابدا الاول بالانضباط بتاع لغه المتحدثين في كره القدم. لو بدات اللغه تتعدل والناس تتكلم بانضباط والناس والاقلام دي برضه عادي هتتكلم، هنرجع لنقطه اللوائح، ولازم اللي هيتكلم بغلط لازم يتوقف بالخمس ست شهور ولازم ما يظهرش تاني. اللوائح. كل اللوائح لو لوائح بتطبع على الكل، خلاص انت عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، سواء مسؤول مدير فني او حتى بعد دخول الجمهور. يعني احنا بنحط احسن قوانين بس تطبيقها هو اللي بياخد وقت شويه. مشكله في التنفيذ. صح. التنفيذ عندنا حد طول ما هو موجود القوانين. خلاص انت الدنيا بتمشي كويسه جدا. ان شاء الله الاهلي صانع السعاده دايما باذن الله. كل التوفيق لفرقتنا بكره. نرجع لنجومنا الكبار ونتكلم بجزئيه شويه خاصه بماتش بكره. طبعا كلنا
توقع بتاع فيروس كورونا، غياب وليد سليمان وخروج ديانج طبعا، واثر بشكل كبير موضوع ديانج. لكن كمان في التقرير كان معانا وليد سليمان وبيقوم بدور القائد حتى من خلال وهو موجود في البيت. اعرف يمكن معانا جيلين او ثلاثه، ثلاث اجيال. طيب نبدا بالجيل القديم ودور مش قديم قوي يعني، يعني جيل انا كمان برضه مش قديم يعني. قوي يعني عجزني كابتن. لا لا كابتن عادل، لا ثلاث اجيال النادي الاهلي وكابتن عادل. دور القياده يعني مش بتكون بس في الملعب، لكن طب. النهارده وليد سليمان بيقدم كمان لمحه جميله جدا من خلال التويتر اللي كتبها، بيآزر فرقته بيقول لهم طبعا انا اتمنى اكون معاكم، لكن كمان دوره مهم انه يوصل الرساله للعيبه حتى لو هو موجود في البيت. يعني لو تفتكر يا كابتن هاني، النادي الاهلي عامل حاجه يمكن احنا كنا بنوصفها طول عمرنا، ان اجيال بتسلم اجيال. كل جيل بيبقى فيه مجموعه كبار، يعني كنا دايما نقسمها تيم الكوره بيتقسم عندنا حوالي 8 لعيبه كبار. دي التويتر اللي كتبها النهارده كابتن وليد سليمان، طبعا بنتمنى له الشفاء دايما ان شاء الله، ويكون مع فريق قريب جدا. وبعدين مقنع، خلي بالك لانه قائد، ومقنع. المهم ان القائد لازم يكون مقنع، ووليد مقنع جدا لعبا وخلقا، اخلاقه عاليه قوي. الحاجه الثانيه المهمه، لعيب مهم في التيم بتاعه، ممكن ما يكونش بيبدا كتير ولكن مؤثر جدا، عشان كده بسمعه. ولكن احنا عندنا في النادي، هنرجع لموضوعنا، ان احنا بيبقى عندنا حوالي 8 كبار، والجيل الثاني بنقسم الفرقه الواحده 3 اجيال. الجيل الاولاني يتعلم منه الجيل الثاني، الجيل الثاني بيعلم الجيل الثالث. فلما بيجي القائد الكبير كمان اللي هو كابتن التيم، لما بيبقى في انضباط عندنا، مثلا فاكر لما كان يحصل عندنا موقف ولا موقفين او اداء غير مرضي، مباراه او اتنين، ايه اللي كان بيحصل؟ كان يجي الكبير اللي هو كابتن التيم او الكبار في الفرقه، كنا ناخد بعضنا نروح للمكان او نروح بيت معين عند لاعب من اللعيبه الكبار، كنا نقعد نشرح لبعض او نتكلم مع بعض ازاي احنا سبب الاخفاق، ايه سبب ان احنا قلينا شويه. فبيحصل التقارب، ممكن الموضوع يتحل. ده خارج الملعب. داخل الملعب كمان حته الانضباط بتاع التعليمات، يعني ممكن يكون انت اكبر سنا ولكن انت بتلعب في مكان ورا اللاعب، فممكن انا اوجهك، يعني انا لو سرت باك ممكن اوجه نص الملعب، حتى لو انت لعيب كبير انت بتسمع كلامي. هي هنا الانضباط، هنا الحته اللي هي لازم كل الاجيال تتعلمها، الانضباط جوه الملعب ما بيجيش بالسن وبس، هو بيجي بالمكان، ده رقم واحد. اما السن بقى في الجنرال العام، الموضوع الكبير زي وليد النهارده، يعني وليد كان يتمنى اكيد، وكل اللعيبه كانت تتمنى تتواجد في وتشارك في المباراه النهائيه، ولكن احنا بنتكلم هو كمان احساسه بانه عاوز يفيد الفرقه وهو بره، ودي حاجه مهمه جدا. اشتغل وبيتواصل مع اللاعبين، النصايح مع اللعيبه كتير قوي على فكره، نصايح اللاعب الكبير للاعب الصغير بيوفر على اللعيب سنين من الخبرات. يعني لما يجي اللعيب، بس هنا المهم، هل انا وانا لعيب صغير وبيكلمني لعيب كبير، هل اللعيب الكبير بيكلمني في الالتزام، هو ملتزم ولا مش ملتزم؟ هنا النقطه المهمه جدا، طبعًا بتفرق طبعا. لان امال هتقنعه ازاي يا كابتن؟ ايوه برافو عليك. يعني انا ما اقدرش اقنع، يعني لو انت بتخرج عن النص كتير مع التحكيم مثلا، وتيجي تقنع لاعب تاني تقول له حته الحكم ومش الحكم، هو مش هيبقى مقتنع بيك. فالقدوه عندنا دي شغاله طول عمرها، وطول عمرنا بتاثر في وقت كبير قوي من خبرات اللاعبين، بيوصلها لاعب كبير زي وليد والناس الاخرى. من خلال التويتر كابتن اسامه، اول حاجه بدا بيها كده ما بين قوسين، الاهلي بمن حاضر. ودي طبعا اكيد مرتبطه مثلا بغيابه، مرتبطه بغياب ديانج عن وغياب صالح جمعه. فما بين قوسين كده موصل رساله، اعتقد مش بس للاعيبه النادي الاهلي، لا موصل كمان رساله للجماهير الاهلي بمن حضر. انا اتمنى من اللعيبه النهارده، وتبقى ليله المباراه دي ليله مهمه، اللعيب لما يعني بيبقى في اوضته وقاعد على السير بتاعه، انت طبعا في ضغوطات عصبيه كبيره جدا قبل المباراه بتاعت بكره. صحيح. زي ما قلنا، سواء في الشارع، في على السوشيال ميديا، ما بين الجماهير، كلام كتير في الاعلام، ده ما ينفعش يوصل بالصوره دي للاعب نفسه.
لعيب النهارده لو وصل الملعب بكم الكلام ده وكم الضغوطات دي هتتحول لطاقه سلبيه عنده. بمعنى حلو ان هو توصله الرساله ان انا بكره رايح اكسب، عليا مسؤوليه، عايز افرح جمهوري. لكن مع ده كله لازم اللعيب النهارده يدخل بهدوء، لازم يبقى عنده تركيز، عنده ثقه في زمايله وثقه في اللعيبه كلها، ومع ده كله لازم يكون عنده هدوء. النهارده اللعيبه لو رجعت او استرجعت مشوار البطوله من بدايتها، وعايز اتكلم عن مباراه النجم الساحلي في الاول. واحنا في البطوله دي واجهتنا صعوبات كبيره، عشان عايز اوصل لكلمه الاهلي بمن حضر. لو كل لاعب حضر المشوار من الاول من بدايه النجم الساحلي، وانت بيطرد منك ايمن اشرف في اول خمس دقائق وتلعب 85 دقيقه ناقص، اكيد كان في لعيبه ناقصه في الفرقه. والاهلي روح اللعيبه وروح الجماعيه، روح القتال، روح الاصرار، الروح والعهد اللي هم قالوا للجماهير مره في مباراه صن داونز وهم واقفين في مباراه اللي احنا اتهزمنا فيها خمسه وجم هنا يعوضوا، كانت في استاد برج العرب، هنعوض ان شاء الله وهنفرحكم السنه الجايه. لو دايما الامال دي ودايما الصوره دي مرسومه عند اللعيبه، مش هنشوف مين اللي موجود في الملعب، لا ده حتى لو 11 ناشئ موجود في الملعب هنقدر يبقى عندنا تحدي كبير. ابتديناها بالنجم الساحلي هناك في تونس بصعوبات كبيره، لعيبه اثبتت، وكل الناس رغم الهزيمه في الوقت ده كل الجماهير اثنت على لعيبه النادي الاهلي. صحيح. تاني مباراه لما تيجي تقابل هنا النجم الساحلي باداء قوي وتكسب 1-0، روح بقى للتحدي والمباراه الكبيره اللي كان فيها ضغط عصبي كبير، بتقابل صن داونز عندك في ملعبك وانت حاطط في دماغك ده انا اتغلبت بنتيجه كبيره قبل كده، وبتكسب وبتحقق، وقبل ده كله باداء رجولي، والاهلي بمن حضر في المباراه دي بالعناصر اللي كانت موجوده. ما شفناش مين غايب وقتها، مين موجود، مين اصابات. وخلي بالك يا كابتن هاني، دايما الاهلي للاسف في كل البطولات بيلعب دايما عنده اصابات وعنده ايقافات وعنده وعنده وعنده، لكن دايما عندنا ثقه في اللعيبه الموجوده. روح للمباراه اللي كانت مهمه، مباراه الهلال السوداني هناك. مظبوط. هناك لازم تتعادل او لازم تكسب عشان تقدر تعدي. الهلال السوداني كانت مباراه كبيره، جماهير كبيره، ضغط عصبي، اجواء صعبه جدا، اجواء صعبه. ممكن الجيل ده يعني اول مره يلعب في الاجواء دي في وسط الجماهير في وسط الضغط ده، يعني هم مش محظوظين الجيل ده انه بيلعب دايما في وسط الجماهير. فبتروح تتحدى نفسك، عندك طموحات كبيره، عندك تحدي كبير، عندك الاهلي بمن حضر في المباراه دي وبتقدر تعدي. روح للوداد في 2017 اللي خد البطوله منك على ملعبك وفي المغرب هناك، انت النهارده بتروح تكسبه في ملعبك وفي ملعبه وفي ملعبك. فالنهارده كانت المباراه دي الاهلي من حضر، فلازم النهارده اللعيبه عشان تدخل مباراه بكره لازم يبقى عندك ثقه كبيره، ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ثقه في امكانياتك انت كلاعب، ان عندك امكانيات كبيره جدا، قدرت في مشوار البطوله في كل التحديات الصعبه دي انك تعدي وتوصل للمباراه النهائيه. علشان كده لازم بكره يبقى فيه مع التركيز ومع الاصرار ومع العزيمه لازم يبقى عندك ثقه انت كلاعب النادي الاهلي. طيب. انك انت عندك ان شاء الله تقدر تفرح جمهورك بكره. طبعا يعني الكلام اللي وليد سليمان قاله، يعني انا واحد من الناس كنت اتمنى يكون موجود. اكيد. وليد ليه خبرات طبعا كبيره، لعيب مهم في الفريق، حتى لو هو ما بيشاركش من اول مباراه لكن ليه دور دايما مؤثر مع الفريق. ولكن يعني هنرجع نقول ان شاء الله الاهلي بمن حضر. وحتى دلوقتي حتى دوره افتكر مؤثر، حتى طبعًا هو خارج الملعب بينه وبين زمايله زي ما كابتن عادل اتكلم. بس انا عايز اتكلم هنا عن موسيماني وفكره المسحه، مسحه الكاف الاخيره ديت اللي كانت من كام ساعه وتاثيرها على موسيماني نفسه. كابتن هاني، هل تؤثر يعني هل يؤثر غياب ديانج، هل يؤثر الورقه الرابحه وليد سليمان بشكل كبير على فكر موسيماني؟ اكيد طبعا، يعني بنتكلم واحد 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 كده. وليد سليمان طبعا كلنا عارفين قيمه وليد سليمان في النادي الاهلي، واهميه وليد سليمان كلاعب خبره وكلاعب كبير وكلاعب مؤثر في الملعب. انا حتى احنا في الاستوديو تحليلا بنتكلم على وليد كل مباراه بصراحه يعني بيفاجئنا بحاجات احسن من اللي قبلها. في الماتش اللي فات حتى اخر ماتش الكاس مع ابو قير، الراجل بدا بيه، ومع ان وليد بقاله فتره ما بيبداش، الراجل جاب جول يعني جول هايل بصراحه، وعمل جاب ضربه جزاء وادى بشكل كويس قوي. الماتشات اللي قبل كده لو قعدنا نقول وليد، لا وليد وجوده في الملعب مؤثر ووجوده مهم جدا، وبره الملعب
زي ما شفنا برضو دلوقتي يعني وليد بيعتبر من اللعيبة الكبيرة في الفرقة اللي مفروض الناس الصغيرة في الفرقة تسمع كلامه. يعني وليد طبعا كلنا كشخصية شخصية محترمة شخصية مهذبة جدا جدا جدا، ما اعتقدش ممكن يكون وليد في الملعب شوية بيبقى عصبي، لكن ده وارد اي حد بيبقى في الملعب بيجي عليه اوقات بيبقى عصبيه. طبعا طبعا في وليد عنده كمان حته الحميه شويه في في الملعب، فده دي حاجه كويسه، انا شايف ان هي حاجه ميزه مش حاجه وحشه. وليد طبعا هنفتقده اكيد طبعا، لان وليد زي ما قلنا كلنا لعيب مهم جدا. اليو ديانج طبعا اكيد هيبقى ليه تاثير كبير برده مع الراجل، لان وليد لان ديانج بقاله فتره بيشتغل بشكل اساسي مع الراجل، ومش عايز اقول الراجل بيعتمد عليه اعتماد كلي، لكن الراجل يعني الراجل لو جيت تصنفه كابتن هاني، الراجل انا شايف ان هو من احسن مفيش شك من افضل اللعيبه الموجوده في مصر السنه دي. ما شاء الله عليه، لعيب صغير في السن، انا شايف ان هو احسن محترف السنه، احسن لاعب محترف السنه دي في الدوري المصري. هو طبعا وعلي معلول، وبرده في نادي الزمالك لعيبه كويسه، في فرجان ساسي، مش عايزين برده نبخس حق حد، لكن اليو ديانج بصراحه جه عليه فتره كان يعني معدي الناس دي كلها، وكان وصل لفورمه هايله جدا، حتى كلنا اتكلمنا وقلنا لازم الراجل ده، يعني احنا كلنا كنا متوقعين ان الراجل ده هيجي له حاجه بره في اوروبا بعقد كبير جدا، وكلنا متوقعين ده. طبعا هي بالنسبه لنا مش هنقول صدمه، لكن اللعيبه اللي موجوده برده حمدي فتحي لعيب كبير ولعيب مهم جدا ولعيب محترم بالظبط. خلي بالك ساعات بتبقى نوع كمان موتيفيشن اكتر للعيب. يعني انا لو يعني حمدي فتحي طبعا على المستوى المسؤوليه، يعني احنا دايما بنقول انه راجل بينزل بعد غياب اصابه وينزل بيحقق. كان موجود يا كابتن في مباراه السوبر اللي كسبناها 3-2 بالظبط، حمدي فتحي كان من نجوم المباراه بشكل كويس، نجم دلوقتي كمان على مستوى منتخب مصر، نزل بشكل جيد جدا بيأدي. فاحنا ما عندناش ان شاء الله باذن الله مشكله، وبالعكس ممكن غياب ديانج ممكن يكون كمان خير وحافز اكتر لحمدي فتحي انه يؤدي بشكل افضل، ان يكون في حماسه اكتر، ان يكون في موجود رجليه في الملعب من بدري ممكن يؤدي بشكل. فاحنا الحمد لله ما عندناش مشكله حتى ان احنا نفكر لا هيبقى كلنا نتمنى يبقى الصفوف كلها كامله، لكن حمدي فتحي ان شاء الله يقوم بدور كامل. نقطه ثانيه هروح للكابتن عادل، لكن نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل ونعرف كمان الطقوس والذكريات والثلاث اجيال. طبعا زي ما انت قلت مشرفنا كده، كنتوا بتعملوا ايه قبل المباريات المهمه دي؟ بعد الفاصل رجعنا مع حضراتكم، وهرجع للكابتن عادل عبد الرحمن. كنا الكابتن بنتكلم على عشتوا ليله مباراه الاهلي والزمالك ازاي بمختلف يعني مختلف الاجيال اللي عدت، وكان في اختلاف يا ترى، كان في اختلاف في الاجيال، استعدادات بتكون مختلفه. كابتن اسامه اتكلم على انواع التركيز، ان مش لازم اللعيب ياخد كل الضغوط ديت ويبدا يفكر فيها، دي جزئيه. كابتن عادل قضيت ليله مباراه الاهلي والزمالك مباراه قمه، كنت بتقضيها ازاي؟ هو عادة انت المدربين اول حاجة بيخرجوك برا المباراة. ليه؟ لانك انت اصلا مضغوط، ومباراة اعلاميا بتبقى فيها انتشار كبير قوي، ناس بتتكلم عليها قبلها باسبوعين وقبلها بثلاثة، فالمدرب الشاطر اللي بيخرجك برا الاسبوع ده خالص بيديك حاجات بعيدة عن الشد بتاع المباراة، هو اللي بيوصلك لانك انت تقعد بتفكر في المباراة ازاي. اما طقوسك انت عارف ان مباراة اهلي وزمالك من اسهل المباريات على اللعيبة، من اسهل المباريات على اللعيبه. يمكن احنا دايما المقوله دي كنا بنقولها، ان المباراه السهله هي مباراه اهلي والزمالك، لان الزمالك بيلعب وانت بتلعب، فبتهاجم وهو بيهاجم، الجيم مفتوح اللي بنشتغل كويس. ولكن هو هنا بقى الفرصه، يمكن احنا كان في قريب شويه في جوهانسبرج لما لعبنا الزمالك، كان المباراه كان فيها، عشان كنا بنلعب بره، كان فيها شد في جنوب افريقيا، كان فيها شد عصبي شويه. لكن انت المفروض ان انت بتخرج اللعيبه واللعيبه بتخرج منهم، انت نفسك الطقوس بتاعتك ما بتغيرهاش. يعني هو اللعيب الذكي اللي يعمل اللي نفس الفكره بتاع حتى النوم، حتى استعداده كانها اي مباراه عاديه. يعني التركيز بقى يا كابتن هاني، يمكن انا من خلال الفكر الجديد اللي احنا شفناه، يمكن احنا كان فكرنا في الكوره ما عديناش بالمراحل اللي هي فيها العلم دلوقتي بالطريقه الكبيره. يعني انا واحد من الناس قعدت طول الوقت افكر، وانا هديك مثال، يعني طول الوقت كنت بفكر هل التركيز انك انت تكون مشدود وانك انت ما بتتكلمش وما بتضحكش، هل ده تركيز؟ مش ده المقصود خالص من التركيز. هنا بقى خلي بالك، ده علمهولنا ارجع ده اتعلمناه واحنا صغيرين في النجوم، ودي مشكله مدربين اصلا لما يكون في ماتش مهم
ايه ده انت بتضحك؟ يبقى انت بقى انت مش مركز. تراشكو بناء على الجزئيه دي يعني مش هقول لك اتربينا عليه، لكن كان عندنا نوع من انواع يمكن انا طلعت لما شفتها بره قلت لعيب اسامه مزيكا وبيرقص قبل الماتش. يعني تفتكر يا هاني انا هروح نتغلب 3 4 الاقيه نازل في الملعب مختلف ووشه مختلف بقى حاجه تانية خالص. يعني تفتكر فان باستن كان نازل معانا ازاي في الطابور واحنا نازلين في ماتش كاس العالم؟ فان باستن كان بيعمل ايه؟ كان بيصفر والصفاره انا فاكرها كويس قوي، حتى انا كان ساعتها بيقولوا لنا لازم تركز لازم تبقى عن كده. قعدت افكر فيها لقيته يعني ده حاجه في الكوره يعني في التركيز، ف ان هو بيستحضر صور ذهنيه حاجات في الفكر والعلم النفس في الكوره والحاجات دي، انه بيستحضر صور ذهنيه للمباراه. يعني ابسطها بس عشان الناس تعرفها، ان انا دلوقتي لما اجي اركز في المباراه ان انا ممكن استحضر في ذاكرتي مثلا اسامه حسني اللعيب اللي هيلعب وانا سيرد باك، فاسامه حسني هل تحركه بيبقى عامل ازاي؟ انا بستدعيه عندي في الذاكره، بتتخيل اللعب يعني. لانك انت لو بص يا سام، لو انت طلبتي حاجه معينه اول ما بتطلبيها وبتقوليها تلاقيها الصور الذهنيه بتيجي قدام دماغك كده، انك انت بتشوفيها نفسها الحدث نفسه. لو اتكلمتي على مكان ما تلاقي المكان طالع في قدامك. فانت لما بتستدعيه انت استدعيه ازاي؟ ده ليه مفتاح. المفتاح ما هو؟ اللي هي ممكن من خلال واحد بيقرا قران، في واحد تاني ممكن يسمع مزيكا، في حاجات كتير قوي دي عاده عند اللاعب نفسه. احنا بنيجي في الوقت الحالي بنمرن اللعيب عليها، يعني انك انت تركز وانك انت كمان تكون بنظم لك حياتك ازاي. وده يمكن اللعيب بره بيبقى عنده مدير اعمال وبينظم له حياته، لكن اللعيب في مصر احنا دلوقتي بنبدا دلوقتي عاوزين ننظم له حياته. عشان كده بنقول اللاعب اللي منضبط خارج الملعب وعنده حد بيفكر له كويس بيدوم وبيبقى كويس. فانا من خلال المباريات اللي انا بتلعبها وفيها تعشق كبير كمان يا كابتن لما بيكون معاه وكيل اعمال ذكي كمان. اكيد اكيد يعني احنا شايفين محمد صلاح يمكن راح حتت كويسه لان معاه راجل بيفكر له كويس. المهم بقى في الامر ايه؟ ان التخصص، بمعنى انك انت كلاعب تقتنع ان الراجل اللي بيفكر لك كويس. لو انت ما عندكش مدير اعمال، انا بقول لاي لعيب ما عندكش مدير اعمال ممكن حد تثق فيه قوي ان هو يرشدك، لان كتير من لعيبه الكوره في مصر ودي مهمه جدا بيضيعوا سنين كبيره وكتيره من عمرهم في عدم الانضباط. عدم الانضباط ده بيجي من ايه؟ ما عندوش خبره. انا لما بيجي وكيل او يجي واحد عنده ثقه فيه بيقول له بسرعه اعدل نفسك، انت كده ماشي غلط، انت كده. طب يعني هاخد من دي يا كابتن عادل واروح للكابتن اسامه. اتفضل. يا ترى في اللحظات الصعبه او الماتشات الكبيره ديت كان زي ما الكابتن عادل كده بيقول كان ليك مثلا ترفع سماعه التليفون مثلا على والدك؟ ليك طقوس معينه بتحس انك بتريحك نفسيا ممكن كنت تقوم بيها، ولا كنت بتفصل نفسك خالص يا اسامه وبتبقى مركز بشكل منفرد؟ يعني دي برضو صوره ودي صوره. طبعا في المباريات المهمه سواء النهائيات او مباراه الاهلي والزمالك او نهائي افريقيا او نهائي كاس مصر، المباريات المهمه والمؤثره طبعا التركيز بيختلف شويه عن المباراه العاديه في الدوري او في الكاس او في مشوار افريقيا، ان دي مباراه بتفضل يعني معلمه مع الجمهور سنوات طويله، فانت عايز تظهر بشكل كويس سواء بدات المباراه او خدت جزء منها، فاكيد التركيز بيكون مختلف شويه. الحاجات اللي بتبقى قبل المباراه بقى بتنام بدري، بنتجمع مع بعض، بنصلي مع بعض، الكلام ده كله. المدير الفني بيكون عليه عامل مهم جدا، بمعنى جوزيه كان في المباريات المهمه نهائي افريقيا، تلعب نهائي كاس امام الزمالك، المحاضره بتاعته لا تتجاوز 10 دقائق، ما كانش فيها كلام كتير، انك انت اوريدي خلاص كلاعب مشحون مش مشحون، مضغوط وعارف انك انت مركز اي معلومه خلاص مركز بشكل كبير، واللي ذاكر خلاص. فهو بيجي في المحاضره تشكيل الكرات الثابته، مين هيقف هنا في الركنيات في الكرات الثابته ويحفظ في الدفاعيه والهجوميه، يعني محاضره تتجاوز 10 دقائق. ولما نروح اوضه اللبس ويلاقي اللعيبه كده قاعده وساكته يقوم يزعق، ازاي انتوا قاعدين ساكتين ليه؟ عايز يهزر في الاوضه ويضحكوا. يوم يتريق على احمد السيد وكتب دي البدايه ميسي ميسي يمسك احمد السيد، فتبدا بقى الفرقه تفك فخلاص انت نازل تستمتع، يقول انزل استمتع بكره القدم.
زي ما الكابتن عادل قال، انت نازل تلعب حاجه انت بتحبها ونازل تستمتع بيها، فما ينفعش انك انت تنزل مضغوط نازل امتع جمهوري. فانت لو انت مش مستمتع باللي انت بتعمله مش تقدر تنقل الامتاع والمتعه ده وتبقى متحرف في الملعب وانت مضغوط. طبعا كان ساعات بيقولوا لنا، وانا يعني بعض المدربين كان بيتكلموا قبل الماتشات الكبيره وبيقول لك دايما ثينك بوزيتيف، يعني فكر ايجابي، بمعنى ان اللعيبه ما تقدرش تفكر في الوحش، يعني ما يفكرش اللعيب مثلا بكره لو اتغلبنا هيحصل 1 2 3، لا يقول له دايما فكر وحط صور قدامك بوزيتيف. يعني ده اللي كابتن عادل كان بيقوله ان انت يعني في نفس المباراه، لا احنا انا ان شاء الله هجيب جون بالشكل ده، احنا يتصور يعني يفتكر صور وهم رافعين الكاس، يعني كل ده حاجات، هي دي الحاجات طاقه ايجابيه. كابتن هاني العجازي، يمكن ده دي يعني من الحاجات اللي انت مثلا بتحافظ عليها، ده نوع من انواع تركيز هاني العجازي، ويمكن كمان فكره هنا المدير الوكيل اللاعب، وكيل اللاعب ما احنا ممكن نبدلها بالمدير الفني الذكي اللي بيتعامل مع اللاعب اكتر نفسيا. يعني طبعا العمل البدني مهم، بس كمان العمل النفسي له دور افتكر الاهم. يعني فاعمال التركيز هاني العجيزي قبل المباراه بقى بيبقى معتمد على نفسه، على اللعيبه الكبار، على طقوس معينه انت بتعملها، شكلها عباره عن ايه؟ بص انا عايز بس اتكلم في حته الوكيل دي، لان مفيش وكيل في مصر بيعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده خالص. مفيش وكيل في مصر أصلاً بيعمل كده ولا بيكلم لعيب اصلا، يعني هو اخره ان هو ليه بيكلمه عايز منه فلوس فلوس ده حقيقه فعلا، ده حقيقه مع احترامي ليهم كلهم فعلا، لان انا في برضه ايجنت محترم قليل الاول ان هو يتصل بلاعب قبل مباراه مهمه ويقول له مثلا انت هتشتغل كذا او هتعمل كذا وحاول تركز على النقاط بالظبط. فالحاجات دي بتبقى قليله جدا، لكن بتختلف يا كابتن هاني برضه من مدرب لمدرب ومن لاعب للاعب. يعني في مدرب ممكن يقول لك اقعد قبل الماتش افتكر الحاجات الايجابيه اللي انت كنت بتعملها مثلا الماتشات اللي فاتت، افتكر الاجوال اللي كنت بتجيبها. في مدرب يقول لك حاول اللاعب اللي هتلعب عليه مثلا، لو انا مثلا فرود وهلعب على سيرد باك، حاول تشوف عيوبه ايه، بطيء، كورته كويسه، الحاجات دي كلها برده بتفرق مع اللاعب. لما انت بتقعد تشتغل على اللاعب اللي انت هتلعب عليه الحاجات دي بتفرق. في حاجات برده يقول لك في لاعب مثلا طبيعته ان هو بينام بدري، لو جه مثلا نام متاخر اخر في يوم هتلاقي نازل الماتش وحش، والعكس العكس هتلاقي ممكن برضو تلاقي العكس، الواحد لو الواحد نام متاخر دي جزء بقى تفاؤل وتشاؤم، في جزء في التفاؤل وتشاؤم. انا لسه كنت لسه هتكلم فيها برضو. ففي بتختلف، يعني انا من رايي انت كلاعب في الماتشات المهمه دي حاول انت تشتغل بطبيعتك. اليوم اللي انت بتعمله في الماتشات العاديه حاول انت تعمله، ما تحطش على نفسك ضغوطات، لان الضغوطات دي ممكن تاثر عليك بالسلب، ان انت ممكن تنزل الملعب حاطط في دماغك ان انت هتشتغل كذا وتفتكر المدرب قال لك كذا، والصحافه هتقول ايه لو انت زي ما حضرتك قلت، لو الصحافه هتكلم عليك بعد الماتش لو خسرت هتعمل ايه، فهتلاقي الضغوطات دي كلها عليك، فهتنزل اكيد في الماتش هتنزل اكيد هتتاثر بالحاجات دي كلها. لكن انا من رايي انت اي لاعب، يا ريت حتى لو في ناس دلوقتي بتسمعنا، انت اتعامل عادي خالص، بتنام بدري نام بدري، بتنام متاخر، مش عايز اقول نام متاخر طبعا، لان النوم متاخر طبعا صعب غلط، لكن في لعيبه كبيره، في لعيبه كبيره ايوه بتتفائل يعني بالنوم، لا مش بتتفائل، تعود هو موضوع تعود، هو في البيت بيسهر تمام، فلما بيجي يبات في المباراه ليله المباراه بينام بدري، فبالتالي الدنيا بتتلخبط معاه. افتكرت عزه ده حقيقه فعلا، انا بتكلم حقيقه، هو كمان بيتكلم على انا بكلم حاجات دي كانت بتحصل معايا. ممكن الكابتن اسامه عشان ملتزم شويه، انت كنت بتنام متاخر؟ انا بس مالهاش دعوه بالالتزام، لا لا خالص، هي تعود، هو هتلاقي لك كان بينام متاخر. لا في نوعيه لعيبه مثلا ما يقدرش طبعا كتر، لا حسام حسن ما كانش بينام ليله الماتش، حسام حسن وابراهيم يفضلوا يفكروا لغايه الساعه 2 3، وانا متعود انام مثلا بدري، اقول له انا عارف طبعه وخلاص، لكن هو تلاقيه تنشن قوي لدرجه يعني بينام متاخر، مش معناه ان هو يعني مش ملتزم او مش عايز ينام، لا ملهاش علاقه، هو تعود على التعود. والجمعه كمان كان طول اليوم نايم، تدخل مثلا بدري من الساعه 10 نايم، بعد الفطار نايم، بعد الغدا نايم، واهم حاجه هو نايم تلاقي مغطي دماغه ومغطي جسمه كله وكاشف رجله من تحت، صباع رجله الكبير لازم يكون باين، تلاقي صاحب في المباراه. يعني انت عارف يا كابتن، في لعيبه كمان، يعني انا في مره كنت بقيت مع احمد فتحي في مره في ماتش، احمد فتحي لازم من نوعيه اللعيبه اللي بيطلع لازم يصلي الفجر، كابتن اسامه نفس الكلام، في لعيبه لازم تصحى تصلي الفجر. انا مثلا لو صحيت ممكن صليت الفجر وممكن ما اعرفش انام،
بعدها ممكن اقعد فتره حوالي ساعتين ثلاثه ما اعرفش انام، فدي ممكن تاثر عليا فاهم. ف لا انا بتكلم والله بتكلم بصراحه في حاجات بتحصل، كل اللعيبه حاجات بتحصل. عايز تقول ايه بالظبط؟ لا انا بتكلم في حاجات بتحصل فعلا. شوف انا عايز اقول لك حاجه يا سام، المباراه بتاعت اهلي والزمالك او اي مباراه حاسمه المفترض ان اللاعب وصل بيه خلاص، يعني انت كاداره فريق انت وصلت للاعب ان هو يعمل ما بداله. الكره دلوقتي بقت كده، ما ينفعش انا زي زمان كان يقول لك نام بدري اجبار. انا لما اجي اقول للاعب كبير محترف انا مش محتاج اكلف الملعب، ان اللي بيني وبينك الملعب هتلتزم. انا مش هعلمك تنام امتى، مش هعلمك انك تعمل ايه، ومش هعلمك انك الاكل ممكن انا اللي اشتغل فيه، يعني بمعنى ان الغداء بتاع المباراه بتاعي كمدرب. لكن انا دلوقتي الحاجه المهمه ان انا هعلمك واقول لك اطلع نام بدري ولا مش اطلع نام بدري، ما ينفعش. هو اللعيب نفسه خلاص اكيد كابتن هاني في اوروبا برضه، حضرتك عايش بره اكيد، محدش بيجي يقول لك نام الساعه كذا ومش لا خلاص اللعيب بيدي نفسه. وبعدين فكره ولا حد بيشيل الفيشه بتاعه التلفزيون ولا الكلام ده. فكره المعسكر المغلق اللي عمله كابتن سيد عبد الحفيظ بدري ربما كمان جيب بسبب الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها. خدي بالك النقطه دي مهمه جدا. طب نتكلم عن النقطه دي بس، معانا فاصل اخر فاصل يعني وبعدين نرجع نكمل الحوار. اتفضل. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن فكره المعسكرات الطويله والمغلقه، بيبقى تاثيرها على اللعيبه ايجابي ولا سلبي؟ نسال طبعا راي الكباتن المشرفين اللي ليهم طبعا يعني الخبره الكافيه ان هم يفيدونا في الموضوع ده. كابتن عادل، اولا هو مش مستحب انك تعملوا معسكرات طويله لان المباريات بقت الفاصل ما بينهم قليل جدا، يعني 3 4 ايام وفي يومين. لكن الوقت ده اللي النادي الاهلي عمله كان صحي جدا عشان الظروف اللي احنا فيها كورونا. ولكن في مدارس، يعني في مدرسه ممكن تقول لك المعسكر الطويل المفيد، وده يمكن احنا كمصر يعني بنستفاد منه اكتر، بدليل ان احنا في بطولات افريقيا المجمعه بناخد البطوله وبنشتغل كويس قوي في معسكر ده بيبقى معسكر. ولكن لما تيجي تلعب مباراه فيها تباعد وفيها ترتيب وحاجات كده بنخفق، اللي هو زي ما طول عمرنا كنا بنخفق في المباريات اللي هي الطويل. لكن بطوله افريقيا عشان معسكر مجمع وفي مكان ومعسكر طويل، انت تقدر عشان اللعيب بيرجع له بيبقى في قاعده بقى في المعسكر ما بيخرجش، لانه اللعيب بيشغل نفسه باكتر من حاجات ممكنه. عشان كده احنا دايما نقول للاعب انت فتره اللعب بتاعتك بتبقى قليله قوي في حياتك، حتى الاستمتاع ممكن يبقى بعد ما تبطل كوره. انك انت لعيب الكوره بيبقى ما بين 10 ل 15 سنه، ممكن يقدر اللعيب الملتزم جدا يقدر يشتغلهم. فالكوره ما ينفعش انك انت تعمل دي وتعمل حاجات تانية كتير قوي. عشان كده دايما اللعيبه لما تدخل معسكر هم مفكرين مدربين ان هو لو عمل لهم معسكر بيقيهم من الخروج ومن السهر ومن الحاجات دي كلها. لكن هو المفترض ان في الالتزام وان اللعيبه ملتزمه جدا بيقللوا حته المعسكر كتير، علشان التواجد وهم بعاد عن بعض بيبقى افضل شويه، لانه بيبقى المباريات ورا بعض ورا بعض فبنشوف بعض كتير فبيولد حالات من القلق والحاجات دي. لكن في مدارس في دول زي مصر مثلا ممكن المعسكر يفيد جدا، ولكن في اوروبا المعسكر بيبقى قليل جدا. تاثيرها عكسي ولا ايجابي يا كابتن اسامه على اللاعب؟ لا احنا طبعا في الفتره دي احنا الظروف الاستثنائيه الكورونا، فانت مضطر تعمل معسكر. هو مش معسكر طويل، يعني هو في الطبيعي لما تبقى في مباراه مهمه زي اهلي وزمالك ونهائي افريقيا على الاقل هتبقى يومين قبل المباراه او ثلاثه. انت النهارده المده طالت يومين زياده كمان، لكن انت مضطر علشان الكورونا تقدر اللعيبه يعني ما بقاش في اختلاط خارجي بالناس وانت رايح وانت جاي، لا فانت قاعد في معسكر. حاجه ثانيه بيديك برضو نوع من التركيز. الحاجه الاهم انك انت راجع من اجنده دوليه، كل لاعب كان مع منتخب بلاده معلول وكان ديانجو جيرالدو وكان منتخب مصر لعيبه منتخب مصر. فانت النهارده بترجع تاني التجانس بتاع الفرقه، تقدر الحاله اللي انت كانت موجوده قبل كده قبل منتخب مصر، حاله التجانس ما بين اللعيبه تقدر توصلها لهم. طبعا ما كانش في مباريات عشان تقدر تعمل تجانس غير مباراه كاس مصر ابو قير، لكن انت ما لعبتش بالتشكيله الرئيسيه بتاعتك، ف
فمن خلال المعسكر تقدر تعوض الكلام ده كله، تقدر المدرب برضو يشتغل يعني في محاضرات في المعسكر بشكل كبير، التغذية بتبقى بشكل منتظم، اللعيب يقدر يريح بشكل كبير. ولكن كان العامل المهم في ده كله هو انك انت تقدر تخرج من المعسكر ده يعني عشان موضوع الكورونا وكانت المسحة الأخيرة. صحيح كابتن هاني، في نفس الجزئية وانت كنت لعيب، كنت يعني موضوع المعسكرات الطويلة دي كان يعني بياخدك لسكة بوزيتيف، يعني كان فعلا بياخدك في سكة انك بتركز اكتر، بتعمل مجهود اكتر علشان المباراة، ولا كنت بتاخد الموضوع ان هو لا دي حبسة وان الموضوع مش مستاهل؟ يعني دلوقتي بعض اللعيبة الموضوع مش مستاهل خلاص، احنا ممكن نروح يعني حتى في اوروبا بيروحوا يوم الماتش، يعني بيتغدوا بيروحوا على المباراة. انت وانا عارف انك داخل في سكة التدريب وبتفكر في الجزئية دي، كمدرب ممكن تستغل او تطبق ده ازاي في المستقبل؟ يعني بص يا كابتن هاني، بتبقى ثقافه وعاليه اللاعب المصري عامه بيبقى افضل ان يتعمل له معسكر طويل المدى. انت شايف لان اللاعب المصري برده مهما كان بيبقى عايز يعيش حياته برده، حتى ولو هو لعيب برده لسه موجود بيلعب، وحتى لو هو نجم كبير برده اكيد مثلا واحد صاحبك بيكلمك او مثلا بيجي لك عزومه من حد قريبك، فبتضطر ان انت تخرج، وتضطر ممكن ان انت مع الوقت ممكن تلاقيك بتسهر غصب عنك، فممكن تتعود على ده. لكن المعسكرات بتخليك يعني بيكون في التزام اكبر، في التزام يعني اكتر. حتى كمان مش التزام بس في الخروج والكلام، لا، في حتى كمان في النظام الغذائي بتاعك. ان طبعا انت برضو النظام الغذائي بيبقى فيه دكتور موجود بيحط لك وجبات معينه، بيحط لك اكل معين، فالحاجات دي كلها طبعا لما بتقعد مدى طويل مثلا حوالي اسبوع 10 ايام قبل مباراه مهمه او قبل حاجه او قبل دوري، فالحاجات دي طبعا بتفرق. بتلاقيك طبعا اللياقه بتاعتك بتفرق، عكس ما انت بتاكل بره الاكل اللي هو العادي بتاعنا. في لعيبه ممكن يعني في لعيبه ممكن تتاقلم على الوضع، وفي لعيبه برده ما كانتش بتحبز حته المعسكر. انا بتكلم صراحه على فكره، طبعاً في لعيبه ما كانتش بتحبز حته المعسكر الطويل، وفي يعني في بحس ان هو بيبقى عليه ضغوطات او خنقه شويه، ان هو بيحس بالملل شويه، بالظبط بالملل، لان هو مش متعود على دوت. لكن طبعا في اوروبا زي ما الكابتن هاني قال وزي ما الكابتن عادل قال، ان في اوروبا هم عندهم الثقافه شويه اعلى مننا بكتير طبعا، عارفين بياكلوا ايه في البيت، عارفين بيتمرنوا ازاي، عارفين ازاي الحاجه اللي هتاثر عليه في التمرين او في الماتشات، وما بيعملهاش يعني. فانا شايف ان الثقافه برضو بتفرق، واحنا لسه ما وصلناش للمرحله دي. اكيد اكيد طبعا. في طبعا عايزين طبعا بننهي فقرتنا او حلقتنا النهارده، وكلنا اكيد مستنيين بكره ان شاء الله بفارغ الصبر، ربنا يوفق فرقتنا باذن الله. كم ساعه يعني كلمه بقى يعني اخيره طبعا، نبدا بالكابتن عادل، كلمه اولا للاعبتنا ويعني ولجماهيرنا كمان، يعني كلمه سريعه. يعني اول حاجه عايز اقول ان يعني انا بثق جدا في لعيبه النادي الاهلي، وبثق في ان احنا لما بنوصل لمرحله معينه من التركيز ان احنا بنوصل لهدفنا، وهدفنا مشروع ان انت تاخد البطوله. افتكر انه التعب اللي تعبناه طول السنه والفكر انك انت تاخد بطوله افريقيا حاجه مهمه جدا، لانها بالتبعيه فيها بطوله سوبر، كاس عالم انديه، وتاريخ كويس قوي بيتحسب لك. الحاجة المهمة بلا استعجال والصبر كتير قوي، لان هي مباراة واحدة، فهو الصبر على المباراة نفسه. يعني انا مش بتكلم تكتيكيا قد ما انا بقول، لا حتى على مستوى التكتيك، انت طول ما انت نفسك طويل المباراة ممكن تطول، ممكن 90 دقيقة، ممكن 120، ممكن تخش ضربات جزاء. نصيحتي فالتركيز الكبير والنفس الطويل هو لا، ونصيحتي يا كابتن هاني وحاجة مهمة جدا، احنا طول عمرنا لما بنقول فاينل 93 او 88 او كذا فاينل كذا فاينل كذا، عمرنا ما بنذكر ادائنا في ده تاريخ، بنذكر النتيجه طبعا. فاحنا بنتكلم إيه؟ المباراه الواحده ليها استراتيجيتها، مظبوط. احنا نحترم او اي تيم لازم يحترم الفرقه اللي بتلعب في الفاينل، لان الفاينل بالذات ليه فكر ومدرسه اخرى، ده عند اللاعب وعند المدرب. وانا ان شاء الله يعني نبارك للنادي الاهلي بكره، اتمنى ان احنا ان شاء الله نفوز بالبطوله، انه هيبقى تاريخ كبير جدا قوي، وهيكلل تعب الناس، المنظومه كلها تعبت باذن الله في وقت
باذن الله. كان صعب جدا، صعب على الناس كلها. كابتن اسامه كلمتك الاخيره. يعني هقول الكلمه لجمهور النادي الاهلي، الرساله اللي بعتوها للاعيبه واللوحه اللي علقها لهم، يعني اكتبوا اسماءكم بحروف من ذهب في تاريخ الاهلي. انتوا كجيل علشان تقدروا تتحطوا في تاريخ الاهلي وتتحطوا في وسط الاجيال، هي بطوله افريقيا هي اللي هتحطوكم في التاريخ ده. احنا يعني شفنا منكم في البطوله دي مباريات كبيره. طيب. انتوا اللي متعتونا بيها، وانتوا اللي كسبتوا عن اقناع، يعني مش كسبنا في المباريات الصعبه اللي لعبناها بدون اقناع، لا ده كان اقناع للجميع واحترام للجميع على الاداء اللي انتوا لعبتوه بروح ورجوله ونتيجه ومكسب. وان شاء الله قادرين انكم تعملوا الكلام ده في مباراه الزمالك. اهم حاجه بكره يعني العنصر اللي اتمنى يكون موجود هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى للاعبين وللجهاز الفني والمدير الفني بكره ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. كابتن هاني، انا عايز ابدا بس بحته التوفيق، لان التوفيق فعلا ماتشين الزمالك اللي هم الاخر دول، يعني شايف فعلا ان التوفيق كان في حليف لنادي الزمالك في المباراتين دول. اتمنى بكره، اتمنى بكره يكون التوفيق من نصيبنا ان شاء الله، لان التوفيق ليه عامل كبير جدا. تاني حاجه عايز اتكلم في بص يا كابتن هاني، انت ممكن تبقى فنيا مش كويس، لكن في حاجه بتعوضها هي الروح، وروح النادي الاهلي كلنا عارفينها كويس قوي. روح النادي الاهلي بكره لو موجوده في الملعب، اعتقد ان دي هتلخص حاجات كتير قوي في المباراه. هي 90 دقيقه كلنا اتكلمنا وقلنا ان الفرقه اللي موجوده كلها تعبت الفتره اللي فاتت. الجيل اللي موجود ده انا شايف ان هو يستحق ان هو يبقى ياخد البطوله دي، والبطوله دي زي ما قلت قبل كده هتفتح لك حاجات، هتفتح لك كاس عالم الانديه، هتلعب سوبر افريقي، عندك لسه سوبر مصري، عندك كاس مصر، هتلعب على كاس عالم الانديه. فالجيل ده فعلا فعلا لو البطوله دي حققناها بكره، انا متاكد ان مش اقل من اربع بطولات، من خمس بطولات ان شاء الله يبقى موجودين في النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. اهم حاجه الاخلاق، الروح الرياضيه، البعد عن التعصب، امور لازم ناخد بالنا او ننتبه ليها بشكل كبير جدا، لانها فرصه تاريخيه في الكره المصريه عموما، وبتحظى اكيد بمتابعه غير مسبوقه. انظار العالم كله في مصر بكره الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، ان شاء الله نشوف مباراه ولا اروع بين الاهلي والزمالك وافريقيا يا اهلي. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن اسامه، بنشكرك. شكرا جزيلا كابتن عادل، كابتن هاني، نورتونا. وان شاء الله باذن الله نحتفل مع بعض باذن الله ان شاء الله بالبطوله الافريقيه. دعواتنا طبعا بالتوفيق للنادي الاهلي، دعواتنا للاعيبتنا ان شاء الله، هم واثقين ان هم هيكونوا على قدر المسؤوليه. توفيق ربنا ان شاء الله بكره يكون معاكم، ومستنيين باذن الله البطوله الافريقيه ان شاء الله. معانا هنا في البيت الكبير يوم الاحد ان شاء الله، نستمتع ونحتفل بافريقيا ان شاء الله. يا رب باذن الله. باذن الله.